لو الحكاية فيها إن فيديو. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أهلا وسهلا بحضرتك معانا في حوار فيتو. أهلا بحضرتك يا فندم، إزي حضرتك سألهم. الحمد لله، عايزين نعرف من حضرتك موقفك من انتخابات مجلس الإدارة القادمة في الدورة الجديدة. والله بالنسبة لانتخابات مجلس الإدارة في الدورة القادمة، إحنا لنا بعض التحفظات على القانون الخاص أو اللائحة الداخلية بالنسبة لمجلس الإدارة. إحنا معترضين إن إحنا يكون في 50% و50% يتم تعيينهم. احنا بنتحرك حركة ايجابية علشان بدل ما يبقى 50% تعيين، عايزين على الاقل يبقى 75% بالانتخاب، ونتمنى ان يكون الانتخاب من مجلس ادارة الشعبة. انا عندي حوالي 63 شعبة، من المفترض ان الناس دول منتخبين انتخابات حرة، فيجب ان يكون هؤلاء الافراد هم اللي يخشوا او يتم انتخابهم في مجلس الادارة. لان احيانا انا بجد ان في بعض الناس انا ما اعرفهاش، فجأة واحد يجيني من بره ما اعرفوش، مش محتك بالشعب، مش محتك بشغل الشعب. من المفترض الانتخابات تكون من خلال الشعب المتواجده والتي تعمل بجديه داخل الغرفه، ده اللي احنا عايزين نقوله، ودول ظاهرين اللي هم رؤساء الشعب او مجلس اداره الشعب. دي جزئيه، لكن ان شاء الله بنتمنى ان احنا الانتخابات القادمه نكون متواجدين فيها. الحمد لله الدورات السابقه احنا قبلنا بلاء حسن بالنسبه لشعبه الثروه الداجنه، شعبه الثروه الداجنه الحمد لله على مستوى الجمهوريه بتعمل ان هي ممثله للشعبه العامه على مستوى الجمهوريه. بنتحرك حركه ايجابيه في كل المحافظات. يمكن النهارده عايز اقول لك، النهارده الاربعاء انا جاي من الوزاره، وكان في بعض المشاكل المتواجده في بورسعيد، في المنيا، في الاليوبيه، في موضوع البط اللي احنا بنجري عشان نتحرك حركه ايجابيه نخلص المشاكل. فالحمد لله شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة تحمل على عاتقها كل المشكلات الخاصة بالثروة الداجنة، ويمكن النهاردة بدأنا أيضا نخش في موضوع المشاكل الخاصة باللحوم. بنتمنى إن شاء الله في القريب العاجل أي مشاكل متواجدة نحلها، وإحنا بندعو كل الناس على مستوى الجمهورية أي مشكلة تخص الثروة الداجنة، سواء في التراخيص، سواء مشكلات خاصة بأي شيء في الثروة الداجنة، نحن على سيد أن نقوم بحل.